طبعا شاهدنا زيارة رئيس مجلس الوزراء سيد محمد شاع السوداني إلى محافظة البصرة، وفي الوقت ذاته يعني شاهدنا اعتداء على الأخوة المتظاهرين، وهذا حقيقة أمر مرفوض جملة وتفصيلا. عندي رسالتين حول هذا الموضوع. النقطة الأولى، فليتذكر من تجاوز على الأخوة المتظاهرين وخصوصا النخب المحاضرين وسابقا الإخوة المهندسين، ليتعظوا بسقوط رئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. كانت سبب يعني سقوط رئيس الوزراء وشرارة الانطلاق من الإخوة المتظاهرين، فبالتالي على من يعطي الأوامر عليه أن يتحمل المسؤولية، علما مثل هكذا ممارسات هي مرفوضة ضمن لوائح حقوق الإنسان، وبالتالي نحن كمركز العراق لحقوق الإنسان نرفض مثل هكذا ممارسات جملة وتفصيلا، ونحمل مسؤولية هكذا تصرفات على من أعطى الأوامر. وإذا لم يكن هناك أوامر، فبالتأكيد نطالب بفتح لجنة تحقيقية ومحاسبة من اعتدى على هؤلاء المتظاهرين الأخوة الأحبة. النقطة الثانية، كنت أتمنى من رئيس مجلس الوزراء أن يلتقي مع المتظاهرين، أن يلتقي مع المواطنين، لا أن يلتقي مع أهل المناصب ومن حقيقة يبحث عن مغانمه. دائما نشاهد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والشخصيات تأتي إلى محافظة البصرة، يذهب إلى المواقع النفطية، يذهب إلى المواقع التي ربما هي تدر المليارات للحكومة الاتحادية، بينما تاركين هموم المواطنين. وعتبي على بعض النواب الذين حقيقة لا نعرف حتى أسمائهم، كان يفترض أن تقفوا مع الأخوة المتظاهرين وأن تساندهم وتحرجوا رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي يجب أن تعطى حقوق المواطنين وبالخصوص محافظة البصرة. نرفض مثل هكذا ممارسات، كما نطالب بتحقيق مطالب المتظاهرين، ولا نسمح لكل من يريد أن يزاود على هؤلاء المتظاهرين من ناحية المكاسب السياسية. رسالتي وفي هذه البصمة، يجب أن تصل هذه البصمة إلى رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس الحكومة المحلية، عليه أن يستثمر هذه الزيارة ليحقق جميع المطالب للبصريين وبالخصوص الأخوة المحاضرين أو بقية الأخوة الشباب العاطلين عن العمل. أتمنى أن تكون هذه الزيارة هي تخدم البصريين، لا أن تخدم مصالح الأحزاب ومغانمهم.